بكم مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامجكم بهابي معنا. اليوم غادي نسولو مواطن المغاربة واش عارفين الشهور الهجرية، غادي نشوفو أجوبتهم. السلام عليكم. السلام. واش اخبارك؟ لاباس. امورك هانية؟ الله يلاه بخير. مالك كتبان حشمان؟ حشمان ما كنحشمش انا، ما عنديش علاش نحشم. واش كدير الماكلة الزريعة؟ اخويا كتعلمك. كتحيد الاكتئاب مزيان. تحيد الاكتئاب؟ صح انت مكتئب؟ شوية. داوك لي باك وما عاد. الله يحفظك. شحال درتي؟ 100 درهم. 100 درهم؟ 100 درهم. هادو اش هادي لك؟ اش هادي؟ واقفين. واقفين. اش اخبارك؟ الحمد لله. مزيان. الله يلاه بخير. هاد النظر واش نديرهم في عينك ولا في صدرك؟ لا بجوج. شفتك في التجربة في مصر كمان كانت تجربة ممتعة. تجربة اجتماعية. تايه في مصر ولا تايه في المغرب؟ أنت اليوم تايه في المغرب، أنا كنت تايه في مصر. أنا عمري ما توه في المغرب، لأن المغرب أنا والله أنا عايش في أوروبا، عايش في السويد في ستوكهولم. المغرب أنا بحس إن هي من أجمل البلاد. واش عارف الشهور الهجرية؟ الشهور الهجرية؟ لا ما عارفهمش. علاش؟ دابا عرفتي شناهو؟ تخيل معايا. أوقف الكاميرا سيل توبلي. واخا اشرح لي. والله ما عارفهم. عارفهم. قولهم لي. نقول لك العدد ولا نقولهم لك؟ قول لي بجوج اسيدي. كاين رجب. العدد بعد شحال؟ العدد ما قدرتش نقول لك. أنا حيت ما متيقنش بزاف. قول لي اسيدي العدد شحال يكون في شهر العام الهجري شحال يكون فيه من شهر؟ ربعة. كيفاش ربعة؟ نقولهم لك هما كاين ربعة، ربعة شهور هجرية. ربعة اللي كاين في العام؟ ربعة اللي في العام. قولهم لي. محرم. إيه؟ ذو القعدة، ذو الحجة، ورجب. صافي، سال العام. هادشي اللي كاين. هادو الهجرية وخلي الشهور الميلادية. كنت الميلادية؟ وي وانت سود ما عرفتش هادو ربعة هجرية كاينين والآخر ميلادي. صافي دابا. لا هجرية. دابا لك شهر. بلاتي كلامك هو الكبير، دابا اللي كنحسبوا الهجرية. كملوا الربعة صافي وعاودوا من الأول. هادشي اللي كاين. قولهم لي. محرم. إيه؟ ذو القعدة، ذو الحجة، ورجب. أنت حرام عليك أخويا. معليش. ركز. طيب أربعة وعاود العام. ربع اللي هجرية، شي لا عارف. ما عرفش فيها غير حاجة خالص. ما عرفش في الشهور الهجرية. والله ما عرفش رجب شعبان. لا حاول تقولهم لي بالترتيب. أول حاجة هي محرم. ما أنا ما أعرفهمش. ما إحنا في مصر مش الشهور الهجرية مش ماشيين فيها قوي يعني. ما بنستخدمهاش كتير. ما أعرفهمش عشان عدم ثقافة مني أكيد يعني أنا الغلطان. يعني ما كنت خايف في المدرسة. والله. ما كنتيش كتقرا مزيان؟ لا ما بقراش مزيان. علاش؟ كنت بطفش ازوغ على المدرسة واروح اقابل البنات. انت كتغيب. والله. عارف. يلا قولهم لي. ما عارفهمش. قال لك تعرفهم. عارفهم حيت ما عارفهمش. عارف انك ما عارفهمش. شنو يخليك ما تعرفهمش؟ واحد ما قريناش الشهور الهجرية بزاف، كتقرا اكثرية الشهور الفرنسية. ما عرفتش الشهور. قولهم لي. نقدر نبدا معاك ذو الحجة، ذو القعدة. لا حاول تقول لي بالترتيب. الترتيب ما حفظهمش نكذب عليك. قول لي اش عارف. ما عرفهمش 100%. علاش ما عرفتهمش؟ ما عرفتهمش بزاف، ما عنديش مع التربية الإسلامية بزاف. محرم، رجب، شعبان، رمضان. محرم حدا صفر. الحجة، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة الأولى، جمادة الثانية. صافي هادشي اللي قدرني عليه الله. أنت بادي العام من الصيف حتى الربيع الميلود. محرم صافي صفر ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاولى جمادى الثانيه رجب شعبان رمضان رجب شعبان رمضان الايام ديال الايام ديال شوال ذو القعده ذو الحجه. تبارك الله الله يحفظك. شكرا. مالك تعثر ولدك نختي تنسى. شكرا اخويا. الكاميرا راك عارف راه اول مره نشارك في شي حاجه وصافي. عندك شهر محرم. الناس الكبار كيحسبوهم واحد الحساب اخر ياك. قول لي الحساب اللي عارفه. جاد وجمد ورجب وشعبان ورمضان. ست ايام ديال شوال. المهم وذو الحجه وذو القعده. المهم راه 12 شهر. 12 شهر. قول لي 12 قولهم لي. رجب شعبان رمضان ذو القعده ذو الحجه. كتبدا العام من النص. بس واخا مخلطين ماشي مشكل. المهم هما. ونقولهم لهم وما يرتبوهم ياك. رجب شعبان رمضان ذو القعده ذو الحجه ذو ملي حافظ. اربع اشهر اللي كاينه. محرم فاتح محرم. محرم والفاتح محرم. لا محرم. فاتح محرم. هادشي اللي كاين. صافي زيد زيد شي واحد قبل ما نقطع زيد. هادشي اللي كاين. زيد. رجب شعبان رمضان ذو القعده ذو الحجه فاتح محرم. وفاتح محرم باغي تقولوا بغيتي تردوا الشهر بالزاف. صافي مشي للدار وراجع. صافي صافي. مرزين نتلاقاو تقولوا مني. الله يعوضك ليا حبيبي. إذا
كان مشاهدينا الكرام كيف تابعنا فماشي كل شيء تمكن من معرفة الشهور الهجرية اللي هي محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. انتم بعد هكذا ما بقى لي غير نقول لكم حقنا وصلت نهايتها، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة ومواضيع جديد. السلام عليكم وديما بها بما على